أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كريسب نتورك. حلقتنا عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. ضيفتنا الناشطة النسوية والمديرة التنفيذية بالشراكة بجمعية فيميل حياة مرشد. أهلا وسهلا فيك حياة. أهلا فيك نور، ثانك يو. بالبداية حياة، يعني وبحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تتعدد مفاهيم العنف اللي تعنى بالمرأة أو اللي بتتعرض للمرأة. اليوم من خلال تجربتكم ومن خلال كل القوانين بتقوموا فيها واللي اشتغلتوا عليها، شو هو العنف الذي تتعرض له المرأة؟ يعني باختصار نور، العنف يعني في تعريفات متعددة له، ولكن هو مرتبط بأي فعل يؤدي أو يسبب أذى على الشخص اللي يمارس عليه، بيحرمه من حقوق، بيسبب بتهميشه، بيسبب بإقصائه، وممكن يوصل بمحلات أخرى لأذى كتير أكبر، جسدي ونفسي وغيره. والعنف، لما نحكي عن موضوع العنف ضد النساء، نحن بنكون عم نحكي بشكل أساسي عن العنف يلي يمارس ضد النساء والفتيات فقط لأنه هن نساء وفتيات، انطلاقا من موقعهم بالمجتمع والطريقة يلي المجتمع بنزور لهم فيها كحدا هن الحلقة الأضعف، استخدام السلطة أو خلل موازين القوة لصالح الرجل بيسمح له أنه هو يكون عم يمارس العنف. هيدا إذا بدك باختصار. وطبعاً هيدا النوع من العنف بيساهم بالحط من كرامة النساء وبيضرب حقوق الإنسانية بالكامل. اليوم إذا بدي أحكي لك عن لبنان بالذات، بعتقد لبنان يعني مثل كتير دول مجاورة وحول العالم في كتير قضايا عنف متقاطع فيها. يعني اليوم كتير منشوف ظواهر عنف أسري، كثير منشوف ظواهر حتى لهلأ بعد عم نشوف قتل للنساء بلبنان، بالرغم من أنه لبنان يمكن من الدول يلي ألغوا ما يسمى جريمة الشرف، مش بعدها مباحة بالقانون مثلا مثل الأردن مثل فلسطين، ولكن لليوم وبعتقد أنت كصحفية تبعتي نور كثير فترة الحجر المنزلي بشكل خاص شهدت جرائم قتل. أنا هيدي بدي أتطرق إلى، حسب بيانات قوى الأمن الداخلي، ازدادت ب 180% نسبة العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر. اليوم صحيح. يعني حقلك صحيح اليوم صحيح يعني بس هيك سريعا نور، كمان يعني خلال الوضع حاليا هلا عم نشوف اكثر موضوع التحرش، بطل في امان، هو من الاول ما في امان، هلا صارت المخاطر اعلى لانه بنعرف لما يكون في غياب للدوله، لما يكون في ازمات بيكون في كل هالقصص، كل مظاهر العنف بتزيد. طبعا عم نحكي عن موضوع العنف الاقتصادي والمعنوي والنفسي اللي عم تتعرض له النساء وغيره، والاهم اليوم العنف الالكتروني. ال 180% اللي عم تحكي عنها هي مرتبطه بالعنف الالكتروني. العنف الالكتروني يعني التحرش، الابتزاز اونلاين، خرق الخصوصيه، كل هاي القصص. فقط باول اشهر من الحجر المنزلي حسب تقارير القوى الامنيه ارتفعت نسبه العنف الالكتروني بنسبه 180%، وحتى آخر تقرير طلعوا أنه بتموز وآب كمان كان في ارتفاع تقريباً 120%. العنف الأسري كمان بأول فترات الحجر المنزلي ارتفع 100% التبليغ عن عنف أسري بلبنان. كمان حسب المنظمات، في منظمات ارتفع عند التبليغ ل 150 و200%، وفي منظمات ارتفع عند 20%. حياة، في انترنت عندنا. نعم بعتذر حياة، بعتذر، صار عنا انقطاع بسبب برداءة الانترنت للأسف. كنا عم نحكي نحن انه في منظمات ارتفعت عندها بنسبة كتير عالية التبليغات عن العنف اللي عم تتعرض له النساء. طب اليوم نحن اذا بدنا نصنف بلبنان اي انواع عنف عم تتعرض له النساء بالدرجة الاولى، هل هو بيكون بخانة العنف المعنوي او الجسدي او العنف الالكتروني؟ هلا يعني بالنسبه لي انا ما بحب التصنيفات، خاصه بظل غياب الارقام الدقيقه او الرسميه. يعني اليوم حتى لو قلنا انه تبليغات مثلا عن عنف اسري ازدادت او تبليغات عن عنف الكتروني ازدادت، مش معناتها هيدا
إذا بدك على حجم الظاهرة الحقيقي، لأنه اليوم بعدنا بنعرف إنه التبليغات عن العنف الأسري بعدها كتير قليلة، النساء مش بكتير حالات بتقدر تبلغ ولا عندها السبل إنه تبلغ، فأكيد النسب حتى مرتفعة أكثر من هيك. بس حسب ما بنشوف إذا بدك نور، أكثر نسب موجودة حاليا هي عنف أسري، عنف إلكتروني، وأكيد شو اللي بيترافق معهم من أذى نفسي ومعنوي. يعني في عنف نفسي كتير كبير بتتعرض له النساء. يعني بعطيكي مثال كتير بسيط، مثلا النساء يلي عم تنحرم من حقها بالحضانة، النساء يلي عم تنزل بمحاكم دينية بسبب الطلاق، نعم بسبب النفقة، بسبب غير أشياء، هيدا كمان نوع من العنف. يعني هيدا التمييز اللي بتخلقوا عليها القوانين الطائفية بسبب عنف وأذى معنوي ونفسي كتير كبير عليها. كيف بيأثر على حياة المرأة، وخاصة إذا كان في أولاد؟ يعني اليوم شو بيرافقها هيدا العنف من أذى على المرأة، من تأثيرات عفواً؟ يعني أول شيء قبل ما نحكي عن تأثيرات، أول شيء بدنا نقول إنه هيدا مس بحقوق النساء الإنسانية ومس بكرامتها كإنسانة كاملة الحقوق والمواطنة شو ما كان، فهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحق الإنسان بالعيش الكريم وبالحماية وبالأمن وبالأمان. كيف بيأثر عليها وعلى أطفالها؟ أكيد بيأثر كثير. حكينا عن الموضوع النفسي، نفسيا انت تخيلي وضع الاطفال يلي ممكن يكونوا عم بيشوفوا امهم عرضه لنوع من العنف، لو قد ما كان صغير ولو قد ما كبر، كيف ممكن هذا الشيء ينعكس؟ وعم نشوفه اساسا من خلال شهادات اطفال ربوا ببيئات او بيوت معنفه، ومن خلال الظواهر يلي عم بتبين. الاذى على النساء مثل ما قلت لك ببلش نفسي، اوقات ممكن يوصل الى حد الاذى الجسدي اللي كثير كبير، في نساء بيدخلوا مستشفى بصير عندهم امراض مزمنه، بصير عندهم اوقات عجز دائم اشياء، وفي نساء بيوصلوا للموت. اوكي، فالاذى كثير قوي، بيترك اثار نفسيه، بيترك اوقات اثار اجتماعيه، النساء ببطلوا يندمجوا اجتماعيا لانه بصيروا باوقات بحسوا بالخجل، بالعار، بالخوف، بصير عندهم خوف دائم، فبصيروا يبعدوا قد ما فيهم قد ما فيهم عن الناس، خاصه اذا حسوا انه ما في منظومه حمايه لهم من قبل الاهل، من قبل غيره. ممكن يوصل لانتحار، ممكن مثل ما قلت يعني التداعيات هي مش بس نفسيه، هي صحيه اقتصاديه. هذه المراه ممكن اوقات كثير مرق علينا نساء اضطروا انه يتركوا اشغالهم بسبب قد ايه تعرضوا لعنف وقد ايه ترك اثار نفسيه، ومن الخوف ومن كل هالقصص تركوا اشغالهم، فخسروا اذا بدك مصدر الدخل والتمكين الاقتصادي بسبب هذا العنف. فهذا باختصار، واكيد يعني هذا شيء جرح مش سهل انه تكوني عم تشيليه على كثير سنوات لقدام. طب كيف فيها المرأة اليوم إذا تعرضت لأي نوع من العنف إنه تحمي حالها؟ هيدا السؤال دايما، يعني كفتيات بنطرحه على حالنا، النساء بتطرحه على حالنا على حالها. اللي بدي اقوله نور اليوم، ايه نعم، اللي بدي اقوله انه اليوم نور نحن قدرنا يصير في عنا قانون بيحمي من العنف الاسري. هلا اذا عم نحكي عن نوع العنف يلي هو العنف الاسري، اكيد في اشكال اخرى من العنف، عندك التحرش الجنسي، عندك التزويج المبكر، هول كلهم بعضهم ما في حمايه لهم. وقانون العنف الاسري طبعا كلنا بنعرف انه في كثير ثغرات، بس صار موجود وقدر ينتزع كثير قرارات حمايه لكثير نساء. فاليوم إن كان المرأة بتتعرض لعنف أسري، إن كان المرأة بتتعرض لابتزاز إلكتروني، فيها تكون عم تبلغ القوى الأمنية، في الخط الساخن للقوى الأمنية 1745، فيها تكون عم تتصل عليه وعم تبلغ عن أي نوع هي بتتعرض عنف. اليوم بغض النظر إنه بعد نور في كتير ممارسات لازم تتغير، في كتير عقليات ذكورية، إن كان عند القضاء وإن كان عند القوى الأمنية وإن كان عند الكل، لازم ينشغل عليها. بس بدنا نقول للنساء انه بلا صار في تحرك، صار في اجراءات، يعني صار فيك تلجأ الى القوى الامنيه بمحل من المحلات، هذا الشيء ممكن يحميكي. والاهم اذا ما تم الاستجابه معك من قبل القوى الامنيه، تشكي، بلغي، لانه هذا حقك، فيك تتشكي على اي عنصر امني، لانه هن عندهم مدونه سلوك للتعاطي مع قضايا العنف. وكمان اليوم صار في منظمات انه تقف حدك وتحميكي. فالمرحله الاولى اللي بدنا اياه اول شيء بيطرح انه نبلغ القوى الامنيه، نحن يعني كلنا بنعرف انه عايشين بلبنان وعاده اذا بلغنا ما بيتحركوا، هل فعلا القوى الامنيه عم تتحرك بهذا الاطار؟
هيدا اللي بدي اقوله نور، قلت لك يعني عم بحاول فرج اذا بدك شوي شيل ايجابي، لانه كمان ما بدنا نضل كل الوقت عم نحبط النساء. صح. بس اذا بدك اقول لك باختصار كيف قال شو بدنا نعمل ليصير في حمايه حقيقيه، اول شيء الدوله بدها تقر كل القوانين الحمائيه، سله القوانين يلي مطروحه من قانون التحرش لقانون مدني للاحوال الشخصيه بيحمينا من العنف والتمييز، ان كان بالطلاق وان كان بالنفقه وان كان بالارث، وبيشيلنا من تحت رحمه الطوائف ورجال الدين وسلطه الرجل علينا يلي بكثير اوقات بتم استخدامها بشكل تعسفي لكسر النساء ولحرمانهم من حقوقهم. لموضوع مثل ما قلت سله الاصلاحات على قانون العنف الاسري لغيرها وغيرها من القوانين. فاول مرحله بده يكون في اراده سياسيه وبدها تشتغل الدوله. هيدي على فكره مش مني على النساء هيدي الحقوق، يعني هيدا واجب على الدوله انه تعطيه للنساء ويصير فيها الاصلاحات. المرحله الثانيه بده يكون في تشدد بالعقوبات، كثير مهم النقطه اللي قلتيها ونحن بنشوفها كل يوم، اوقات بتجي نساء بتلجأ لنا ونحن بنكون منظمه واقفين معه عم ندعمها، والقوى الامنيه ما بتقدر تجيبه لهذا الرجل المعنف، لانه ليش بيكون تابع من لميليشيا، تابع لحزب، شايف حاله اعلى من الدوله واعلى من القانون. للاسف هيدي مشكله دوله، فبده يكون في شغل جدي يتاخذ قرار انه بهيدي القضايا ما في غطاء لحدا يعني. وبعرف هيدا الشيء مش سهل، بس نحن ما نضل نطالب فيه، نحن من سنوات بنشتغل بالدفع على هذا المجال رح نضل عم نعمل. وبالاخر في منظمات، يعني المنظمات عم تعمل شغل كثير كبير بالمناصره بالدعم، وفي اهم شيء صوتها للامراه، اطلعي افضحي اسكتي ما تحكي، لانه اليوم شفنا انه للاسف ما في شيء عم يجيب حقوق غير انه كل الوقت عم نضل هيك لاحقينهم، واذا بدك حاملين هيدا المونيتور وعم نعمل مونيتورينج ومراقبه لكل شيء، ونفضح ونعلي الصوت، لانه بقضايا الحقوق ما بقى في شيء اسمه سكوت، مجرد ما سكتتي انت دخلتي بدوامه العنف وانت رح يندعس على حقك وينمشى. فنحن موجودين لحتى نكون عم نناصر قضيتك وندفش باي سبل ممكنه، وانت كمان بدك تعرفي انه اليوم فيك صرتي ترفع الصوت، صار في منصات تواصل اجتماعي، صار في اشخاص عندها وعي اكثر، صار في منظمات مستعده تحمل قضيتك وتدفش فيها. فبعرف الوضع صعب وبعرف في شغل كثير، وبعرف بلدنا بعد بده كثير شغل وخاصة بقضايا النساء، بس نحن ما بدنا نفقد الأمل، نحن بدنا نضل ندفش وما نضل عم نعمل شغل، لأنه بالآخر إذا نحن ما حققنا هالتغيير بالقليلة هلأ لإلنا، نحن عم نحقق تغيير للجيل اللي جاي، لبناتنا لحفيداتنا ليقدروا يعيشوا بكرامة وحرية. يعني حياة اختصرت المشهد والواقع عنا بلبنان وشو المراحل لازم نمر فيها لتوصل النساء تاخد حقوقها إذا فينا نقول. بالختام ذكرنا ببداية الحلقة نوع كتير مهم عم يتعرض أو عم نشوفه مؤخرا هو العنف الإلكتروني. اليوم لكل سيدة لكل صبية عم تسمعنا، كيف تحمي حالها على المنصات الاجتماعية أو على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، أنا أول شيء إذا بتسمحي لي نور أدعيهم إذا فيهم يزوروا موقع جمعية فيميل، لأنه فيميل مثل ما بتعرفي هي المنظمة يعني من أول المنظمات اللي عملت حملة جدية إذا بدك أونلاين، واشتغلت على هذا الملف تحت عنوان الشاشة ما بتحمي. فنحن على موقعنا ممكن يلاقوا إذا بدك دليل كامل عن تقنيات الحماية الإلكترونية. بس حقول بكل بساطة وباختصار، اليوم في خطوات عملية وبسيطة وسهلة فينا نعملها. اليوم لازم نعرف أنه كل شيء أونلاين، مجرد ما كنا أونلاين صار متاح للكل، وهذا ممكن يكون عم يعرض لخطر. فنحن لازم إذا بدك ننتبه لنوعية المعلومات الخاصة والشخصية اللي بنحطها عن حالنا، ننتبه مين الأشخاص اللي بنقبل صداقات منهم ومين الأشخاص اللي لأ، نتحقق إذا بدك من بروفايلات العالم. في خطوات على طول بأي أبليكيشن نحن بننزلها، في خطوات إذا بدك بيقولوا لك بنود أجريمنت لها علاقة بالموقع وبالحماية بالقصص، نحن بالعادة ما بنقراها وبنحط أي أجري وذ ذا تيرمز، فمهم إنه نكون عم نقرا أو إذا بدك هول الخصائص. الباسورد ما نحط باسورد واحد لكل بلاتفورمز، كل بلاتفورم بده يكون له باسورد، وبده يكون هذا الباسورد صعب، ومش اكيد ما نحط اسم اولادنا ولا اسم الحيوان اللي عندنا ولا اسم ولا رقم تليفوننا، بده يكون باسورد صعب، نحرص انه نغيره كل 3 أو كل 6 أشهر على ابعد تقدير. اذا اليوم نحن ما عم نستخدم الكاميرا نخليها مسكره، اذا ما عم نستخدم السبيكر نخليه مسكر،
ففي كتير خطوات عملية النور فيهم ياخدوها، بس بنصحهم انه يفوتوا يشوفوا يتابعوا حملة الشاشة ما بتحمي، في ميل حطت وحتى عملت بطريقة سهلة للفتيات تيك توك دانس، خطوات الحماية من خلال رقص التيك توك، ففيهم يفوتوا يشوفون، وبعتقد إذا طبقوا بالقليلة هذه الخطوات قادرين نكون عم نحمي حالنا إلى حد ما أونلاين. شكرا كثير حياة مرشد الناشطة النسوية والمديرة التنفيذية بالشراكة لجمعية فيميل. لهون بتوصل ختام حلقتنا، ما تنسوا تتابعوها على كريسب نتورك وعلى موقع على يوتيوب. شكرا.